صباح التفاؤل والسعادة والإيجابية عليكم متابعي برنامج شمس البحرين، مثل ما عودناكم دائما نطلع عليكم كل صباح من الساعة 10 حتى 11 صباحا. صباح الخير عبد الله. صباح النور، صباح السعادة وصباح الجمال دائما لكم مشاهدينا، وأكيد مثل ما قالت إسراء دائما بنكون معاكم لمدة ساعة كل يوم من الأحد إلى الخميس، وأكيد بنزودكم بأفكار ومواضيع متنوعة وشيقة. طبعا أكيد هذه كلها بفضل فريق الإعداد المتميز اللي جهز لنا كل هذه المواضيع، وأكيد بيخليكم على أبديت أول بأول. لكن في أولى فقراتنا مثل ما عودنا السادة المشاهدين دائما نشوف معاكم حالة الطقس والحرارة. طبعا في مملكة البحرين يمكن اليوم تكون الأجواء شوية حارة، بس أكيد بتتعدل في الليل، فهاي اللي احنا دائما بحسب الأرصاد الجوية. نعم. إن شاء الله اليوم من المساء لمدة كم يوم راح يكون الجو بارد. إن شاء الله نتمنى نعم يكون بارد. نتابع مشاهدينا الحالة الجوية. ومن وسط سوق المنامة ننتقل إلى الزميل علي الحداد. صباح الخير علي. صباح الخير علي. صباح النور إسراء، صباح الخير عبد الله، ويا هلا ومرحبا فيكم. بالتأكيد أجمل التحية لكم من المنامة وبتحديد من السوق المركزي قسم اللحوم، وتحية أكيد لطاقم البرنامج من الإشراف وكل الفنيين والمخرجين الموجودين في هذه خلنا نقول الفقرة. مشاهدينا دائما كما عودناكم دائما متواصلين معكم في فقرة أسعار السوق، وبالتحديد في سوق اللحوم اللي يطلعكم دائما على ما يقول في السوق من أسعار ومجريات لهذا السوق. وينضم لنا كما تعرفون مندوب مأمور ضبط قضائي من وزارة الصناعة والتجارة، يطلع لنا أكثر على مجريات السوق. يا هلا ومرحبا فيك علي. اهلا وسهلا، صبح عليك اخوي علي وصبح على الساده المشاهدين والزملاء في الاستديو. علي، دائما احنا كل بدايه فقره نسال عن مجريات السوق، ولكن اليوم قبل الدخول لمجريات السوق بسالك عن حركه السوق لما تتغير الاجواء خارج السوق، يعني مثلا هناك امطار، هناك مثلا حر شديد، هناك مثلا خلينا نقول رطوبه. اليوم مثلا خلينا نقول خلال اليومين السابقين هناك تغير بسيط في درجات البروده، يعني كانت الايام اللي قبلها ابرد اكثر، فهل هذا ياثر على حركه السوق؟ طبيعي جدا، هاي المتغيرات طبيعي تاثر في عمليه السوق وفي اسعار السوق، حالها حال مثلا العرض والطلب ايضا يغير في عمليه الاسعار. فعلى سبيل المثال تغيرات الجو ممكن ما تخلي البحار يدشون البحر، او ان تقلل عددهم يدشون البحر، فالكميات اللي راح تطلع من البحر اقل، وبناء على العرض والطلب ترتفع اسعارها. فهذه الامور كلها تتغير طبيعيه، وكل دول العالم تتاثر بالمتغيرات الجويه. جميل جدا. يعني هل التجار او البائعين الموجودين اليوم في السوق يعني يتفقون على سعر معين اذا خلينا نقول صار مثلا هواء او صار مثلا خلينا نقول بروده اكثر، هل هناك مثلا اتفاق على سعر معين ام الاسعار تكون ثابته بغض النظر؟ الاسعار هي ليست عمليه ثابته، هي وليس اتفاق ما بينهم، هي العمليه عرض وطلب ما بين التاجر والزبون. اللي يحدد العلاقه الكوست مال التكلفه مالته، فبناء ان التكلفه اللي راح يخسرها او راح اللي يشغل عمليه استخراج السمك راح يطلعه بطريقه غير مباشره من عمليه السعر. جميل جدا. اليوم علي طبعا الاجواء خلينا نقول مشمسه تقريبا، واجواء جميله، انا حاب هذه الاجواء، فكيف حركه السوق وبالتحديد سوق اللحوم لهذا اليوم؟ اللهم لك الحمد، السوق عمر من صباح الله خير. الحين طبعا من الساعه 10 ونص خفت شوي الحركه، ومن الساعه 10 خفت الحركه، اما السوق عمر من صباح الله خير، بتقل الحركه وترد تنتعش مره ثانيه ان شاء الله من بعد الظهر العصريه. والمتوقع كالعاده ان خميس وجمعه وسبت بحكم انه نهايه الاسبوع ما شاء الله مالك محط ريل. علي، قبل ما ابتدي معاك الاسعار، في خلال حديثي معاك قبل الدخول اليوم لهذه الفقره كنت في سوق السمك، خبرني ايضا عن سوق السمك. طيب، اسعار السمك اليوم لو بتكلم عن الصافي، سعر الصافي دينارين ونص الحجم العود سعر الكيلو، الحجم الصغير دينار ونص سعر الكيلو، عندي القباق بسعرها دينار، التنعد من برا البحرين بثلاثة دينار سعر الكيلو، التنعد البحريني يتراوح سعره من 4 إلى 5، طبعا على حسب كل تاجر هو يبي يبيع بكم والمستهلك ياخذه بكم، واخيرا وليس اخرا الهامور يتراوح سعره 5 إلى 6 دينار، وايضا من تاجر لتاجر تختلف السعر. بالنسبه للحوم
باللحوم بتكلم عن اللحوم الخرفان، سعر الكيني دينارين ونص، والتنزاني دينارين و600، والصومالي تربية مواشي البحرين 4 دينار، والنعيمي 5 دينار. أما بخصوص الأبقار، سعر البقر العربي 3 دينار، والبقر الباكستاني 2 دينار و200. ما ننسى طبعا احنا عندنا خلينا نقول القشريات، وايضا عندنا اسعار الدجاج، فخلينا نبلش مع القشريات ننتقل الى اسعار الدجاج. طبعا بخصوص اسعار الدجاج، لو لاحظنا خلال الـ4 شهور الـ5 شهور اللي سويته الفقره ذي، في استقرار في الاسعار. السعر عندنا بدينار ونص، وعندنا بدينار و600، وعندنا دينار و800. طبعا هاي 3 شركات اللي انا قاعد اتكلم بالاسعار، طبعا كل شركه تبيع بالسعر اللي هي يناسبها، وقاعد اتكلم كلها ذات حجم ال، هاي تبيع بدينار ونص، وهاي تبيع بدينار و600، وهاي قاعد تبيع بدينار و800. جميل جدا علي، قبل الختام هذه الفقره معاك، دائما انتم كوزاره الصناعه والتجاره مهتمين بنشر ثقافة، يعني خلينا نقول الشفافية في كل ما يدور في مملكة البحرين، يعني مأموري الضبط القضائي منتشرين في كل مكان، تمتلكون حساب خاص يطلع الجمهور على القوانين، على خلينا نقول الإجراءات الجديدة تقوم بها الوزارة، وأيضا حملاتكم التفتيشية. لو نلقي الضوء بشكل بسيط ونطلع أيضا الجمهور على هذا الجانب، شو تخبرنا اليوم عن سناب شات الوزارة؟ طيب استحدثنا شيء في الإدارة وهو سناب شات. طبعا انصح الساده المشاهدين التجار ان يتابعون السناب، هو ام او اي سي بحرين. يتم التصوير يوميا الحملات التفتيشيه على المناطق في جميع محافظات مملكه البحرين. طبعا نصور المخالف والغير مخالف. المخالف نقول له والله شنو الاشياء المخالفه، لعل وعسى انه ممكن تكون تاجر ولا اي حد يكون تاجر عند نفس النشاط او نفس المحل، يتجنب المخالفات يقدر يعدل وضعه قبل ان مثلا ما الزيارات التفتيشيه توصل حق محله. والشغله الثانيه ان بعد ايضا ما نصور مثلا، نصور الملتزمين ونقول ان هذين ملتزمين. وايضا بعد احنا استحدثنا اخيرا في السناب نفسه ان نجري مقابلات في الهاتف ويا صاحب السجل، ونشكره على التزامه بقوانين وزاره الصناعه والتجاره. فعلا لاحظت ان سنابكم جدا جميل وجدا مميز، وفعلا يعطي الجمهور يعني قيمه لما تقوم من به، وايضا معلومات دائما خلينا نقول تهم المستثمر والمتسوق. ولكن علي بالتاكيد ما لنا غنى عن فقره اسعار السوق، ولا ايش رايك؟ اي طبعا هي الاصل، بس انا حبيت اتكلم عن السناب، انه مو بس أن عمليه رصد المخالفات ولا غير المخالفات، حتى في السناب نتكلم ان لو انت لا سمح الله جاتك المخالفه شلون تقدر انت تشيلها. نتكلم عن السناب ان شنو الاستحداثات في القوانين مثلا او الاشتراطات، ان على اساس ان ما تصيدك انت اصلا المخالفه. فاللهم لك الحمد، التفاعل عندنا في السناب وايد، الشكاوي اللي تجينا عن طريق السناب وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي الرسميه ايضا وايد، وكلها تاخذ بالحسبان، وان شاء الله يا رب الله يقدرنا على خدمتهم ان شاء الله. طبعا فقره اسعار السوق او فقره السوق المركزي خلينا نقول تنافس شوي سناب شات الوزاره، ولكن ما لنا غنى عنكم، كلنا نتفق ان شاء الله وباذن الله ان نخدم هذا الوطن ونكون دائما فريق البحرين. صح، الله يعطيكم الصحه والعافيه ويقدرنا وياكم على خدمه البلد. شكرا يا علي. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كان معنا مامور ضبط القضاء بوزاره الصناعه والتجاره الاستاذ علي الزياني. علي دائما يطلعنا على ما يدور في السوق بالنسبه للاسعار، بالنسبه لحركه السوق منذ الصباح الباكر. اليوم ايضا الاستاذ علي اطلعنا على يعني فكره سناب شات المتعلقه بالوزاره، ودائما ننصحكم ونكرر دائما تابعوا سناب شات وزاره الصناعه والتجاره، اخذوا فكره عن الاسعار. صح. اخذوا فكره عن طريقه المخالفات يتجنبوها يعني خلينا نقول تجار، وايضا يتجنبها من لا يفقه في هذه الامور، ويستفيد الجميع بكل ما يدور في سناب شات وزاره الصناعه والتجاره. يعطيهم الصحه والعافيه، وايضا دائما ننصحكم بمتابعه برنامج شمس البحرين، وايضا فقره اسعار السوق اللي ما لنا غنى عنها جميعا. وعوده للزملاء اسراء وعبد الله في الاستوديو. شكرا شكرا علي، يعطيك الف عافيه يا رب. يعني يمكن الحين احنا انتقلنا الى جانب الغذاء. نعم طبعا اكيد هو الاساس، واحب ننتقل الى جانب الرياضة وهو اجمل شيء في حياتنا. صحيح. طبعا مشاهدينا، تواصلت منافسات بطوله وزاره الداخليه تشالنجر للتنس التي تقام على ملاعب نادي ضباط الامن العام تحت اشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي للامن العام. نعم اكيد، كما افتتح العقيد خالد الخياط رئيس الاتحاد الرياضي للأمن العام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بمعية السيد زوزانا كونارد ممثلة رابطة المحترفين للتنس، معرض إكسبو المصاحب للفعالية في نادي ضباط الأمن العام، واللي تم تدشينه تزامنا مع احتفال مملكة البحرين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. نعم، حيث شهد المعرض فعاليات اجتماعية ورياضية وترفيهية بغرض تعريف اللاعبين والوفود المشاركة في البطولة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وللحديث أكثر معنا الرائد محمد السيد مدير البطولة. يا أهلا وسهلا فيك محمد. أهلا بيك أختي. يا أهلا يا مرحبا فيك، صباحك الله بالخير. يعني في البداية نبي نتكلم عن ترتيباتكم لهذا أكيد الحدث المهم، وطبعا لاستضافة منافسة البطولة على ملاعب التنس بنادي ضباط الأمن العام. في البداية نشكركم على الاستضافة ونشكركم على كل الجهود اللي تعملونها معانا في اللجنة الإعلامية، وإن شاء الله نقدر نعلن أن من غدا بتكون مباريات مباشرة على القناة الرياضية. ابتدينا التحضيرات أخوي تقريبا من ما خلصنا البطولة الثانية اللي كانت هي نوفمبر 2021. بعدها كان عندنا اجتماعات مع اللجنة اللي هي الـ ATP والاتحاد الدولي، ابتدينا التنظيم لها شوي شوي لما وصلنا شهر 6 قالوا لنا أنه يعني بعد اللي شافوا الاستضافة الأخيرة أنه بيودون الليفل من 80 إلى 125 واللي هو أعلى شيء في الشالنجر. ومن بعدها ابتدينا وعقب ما شافوا المرافق والنوادي والملاعب وكل شيء فالحمد لله وصلوها لنا ل 125. نعم رائد محمد، طبعا حققت النسخ السابقة من تنظيم هذه البطولة لنجاحات كبيرة والدليل على استمراريتها، فياريت تكلمنا عن ما هي المقومات التي تمتلكها وزارة الداخلية اللي من خلالها قدرت تحقق استمرارية هذه البطولة. مثل ما قلت يا أختي أنت، المقومات وهو دعم سيد معالي الوزير لنا مو فقط في لعبة التنس ولكن في الألعاب كلها. صحيح. في الرياضة نعم، منها مثل ما كان الأسبوع اللي راح اللي هي البطولة الأولمبية للرماية، منها الكثير من الألعاب، ولكن نتخصص نتكلم في بطولة التنس. يعني أقول لك أن كل الكوادر كانت بحرينية خصوصا من الاتحاد الرياضي للأمن العام، فابتدينا بالعمل وبعد ما قعدنا مع مثل ما قلت لك مع اللجنة اللي هي الاتحاد الدولي خبرونا بعض الأمور، فلله الحمد أن يعني كل الأمور وصلنا لها اللي هم يريدون يعني الحين. نعم نعم بإذن الله. طبعا رائد محمد، يعني يمكن اللجنة التنظيمية تقوم بدور جدا كبير لإنجاح هذه البطولة، كلمنا يعني عن خلف الكواليس وعن الجهود اللي تكون فيها. مثل ما كنا نسولف ان اخوي يعني انت تشوف الاشياء اللي قدامك اللي فيها الملاعب والاشياء الثانيه، بس خلف الكواليس اللي هو عندنا الفريق الطبي مثل ما قلت لك انه كان عندنا يعني من اكثر اثنين اللي هم الفيزيوثيرابي اللي موجودين وربعنا تعلموا منهم الكثير من في البطوله، وكذلك الجهود الاعلاميه، الجهود الملاعب، الملاعب كان في لها عمل كثير من إضاءة. صحيح. من تغيير الأرضية، يعني الحمد لله وصلنا لها الستاندرد وهي أعلى بطولة تقام في البحرين يعني كتنس اللي هي تشالنجر 125. نعم نبي نعرف رائد محمد عن جاهزية اللاعبين البحرينيين للمشاركة في هذه البطولة، خصوصا أن في هناك مشاركين عالميين ومصنفين على مستوى العالم، فشلون جهزتوهم؟ هو لنا اللاعب واحد اللي هو يوسف قاد ولعب أمس، فقبل المباراة بصراحة أقول لك كنت أتوقع أنه يعني بيخسر بنتيجة 6-0 6-0، بس الكل استغرب وكان في له جمهور أمس ولعب مباراة ضد اللاعب البولندي اللي هو كان 230، واستغربنا أن يوسف كان متقدم في المباراة وصل في الشوط الثاني متقدم 3-0، بس الخبرة وكل شيء. صح. بس الحمد لله يعني وصلنا له، بس هاي الشيء يعني مثل ما قلت هاي اللاعب الوحيد. بس اللاعبين الباقيين اللي عندنا مو بس هم اللاعبين، حتى الأطفال البول بويز اللي موجودين في الملاعب هم بحرينيين بعضهم بعضهم أجانب، وهذه اللي يأخذون الخبرة من هاللاعبين العالميين. أكيد أكيد مما لا شك فيه. اليوم إحنا بدنا نتكلم عن طموح الاتحاد الرياضي في المستقبل وشنو الخطط القادمة. شو أقول لك أخوي، يعني الحين قعدنا وياهم حتى عقب ما يو عندنا وفي خطوة في يعني في خطط جاية إن شاء الله. أكيد مثل ما ابتدت هاي البطولة وهي كانت بطولة معالي الوزير الداخلية للتنس اللي هي ابتدت رمضانية. نعم. تطورت لما وصلت دولية وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أن نروح للـ ATP 250 هذا. نعم. هو بإذن الله أكيد. نعم الرائد محمد السيد مدير البطولة، شكرا لك على تواجدك معنا. مشكور أختي ما قلت. شكرا. مشكور. مشاهدينا افتتحت الفعالية الوطنية بالقرية التراثية برأس حيام مساء الأمس القرية التراثية، طبعا فيها مجموعة متنوعة من الفعاليات كالفرق الشعبية وفرقة الشرطة والسوق الشعبي والأكلات الشعبية وألعاب الأطفال. نعم مشاهدينا حين بنشوف هذا التقرير اللي سلط الضوء على هذه الفعالية.
تقرر افتتاح القرية التراثية للجمهور خلال الفترة من 14 ل 18 فبراير بالتزامن مع ذكرى ميثاق العمل الوطني. طبعا القرية بتكون مفتوحة للجمهور بشكل يومي من 4 إلى 10 مساء، وفي إجازة نهاية الأسبوع من 4 إلى 11. القرية طبعا تحتوي على مجموعة من الفعاليات المتنوعة للجمهور، سواء السوق، الموروث البحريني، الحرف اليدوية، المأكولات البحرينية، والفرق الشعبية طبعا، وفرقة الشرطة الموسيقى. قرية تراثية شعبية يعني ممتع، في ناس يوم من برا عشان العارضة، وإحنا مشاركين في فرق الكري معهم بالعارضة، يعني سوي لهم مثل فعاليات، وناس يجونا يعني من برا عشان يشوفونا بس وإحنا نرزف، يعني ناس يتعنون من برا يشوفونا إحنا نرزف فريق الكري، يعني في أشياء غير رزيف، في أشياء غير، في فعاليات يعني ما نقدر نحكم بس. عبد الله، انا بسالك بدايه، ايش رايك في موضوع اللي يقول نحن نستحق كل ما نريد ما دمنا نرغب فيه؟ انا مع هذه المقوله 100%. احنا دائما نستحق الاجمل، ودائما احنا نستحق الشيء الزين لنا، بس دائما يرجع هذا الموضوع الى وعينا، الى احنا شنو قاعدين ندرك حق استحقاقنا. يعني في اشخاص تقول انا دائما استحق الشيء الزين، لكن افعاله وصورته عن نفسه ابدا مو قاعده تتطابق مع الشيء اللي هو فعلا يبيه، ساعات العكس. فهذه كامل، او هذه الموضوع كله يرجع الى ذاتنا. صح. وصورتنا عن نفسنا. واتمنى ان يكون كلامي مفهوم، يمكن انا في بالي وايد تكون اشياء. صح. فدائما احس ان الاستحقاق يرجع لنا، وما في شخص يعني يمكن في هذه الدنيا ما يتمنى الشيء الزين اللي له. نعم. لكن في اشخاص بطريقه يمكن هم يتمنون الشيء الزين اللي لهم. صحيح. لكن افعالهم مو قاعدة تعطيهم، ما تحب هذا الشيء، فأكيد هو بيكون استحقاقه بشيء اللي هو فعلا يبيه، اللي هو الشيء اللي مو زين اللي هو كان مخطط له، بس بطريقة غير واعية. فدائما أقول اللهم ارزقني الوعي الكامل، وأتمنى كلنا نكون في وعي كامل عشان نقدر نعرف شنو استحقاقنا الفعلي. صحيح. طبعا مشاهدينا، الاستحقاق هو أحد المفاهيم اللي تساعدنا على تحقيق أهدافنا وغايتنا في هذه الحياة، ومن المهم أن نسعى لرفع شعورنا بالاستحقاق. هذا المفهوم اللي أحدث يعني على العديد من الأشخاص. صح. وفي هذه الفقرة راح نتوسع معكم في مجال الوعي بالاستحقاق وأهميته مع الأستاذة إيمان الخاجة، مدربة في الوعي والتمكين الذاتي. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة إيمان. هلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. صراحة أنا أحس أنه يعني خلاص ما شاء الله ما شاء الله عليكم، اختصرت الموضوع بطريقة جميلة جدا. نعم. ما شاء الله عليك. شكرا والله. أتمنى يعني فعلا إحنا دائما أستاذ إيمان نكون في فعلا استحقاق عالي، واستحقاق فعلا يرضينا ويرضي ذواتنا. اليوم يمكن إحنا قاعدين نشوف الفترة الأخيرة دائما نسمع الاستحقاق، ودائما صار الموضوع يمكن الحمد لله في وعي، في أشخاص دائما تعرف أنها الاستحقاق وإيش كثر ممكن أنه يأثر في حياتهم، لكن إحنا اليوم نبي نعرف إيش كثر ممكن أن يكون الاستحقاق سلبي أو إيجابي في حياتنا. هو موضوع الاستحقاق يعني أنت يمكن عرفته بصورة حلوة، يعني أنه شنو معنى الاستحقاق؟ الاستحقاق هو أن الواحد عنده شعور أنه هو يستحق الشيء الذي يرغب فيه، أو يرغب في الحصول عليه، أو الهدف اللي يرغب في تحقيقه. فهذه معنى الاستحقاق، فهو شيء داخلي، شعور داخلي. صح. ولا أكيد لمعايير داخلية، لكن اللي قاعد يصير الحين أنه يمكن راح جهة السلبية. ليش؟ لأنه في ناس يمكن خذوا المعنى الخارجي، ربطوه بالماديات. صح. أن أنا أستحق هذا الشيء، وهو في داخله يمكن ما يحس بهذا المفهوم.
في يمكن أطفال تصيدهم يمكن صدمات أو مراهقين يتعرضون حق صدمة بسبب الاستحقاق الغير متزن والغير حقيقي اللي بداخلهم. يمكن بيت يتهدم، كيان أسرة يتهدم بسبب مطالبات مبالغ فيها باسم الاستحقاق، فهذه لما يروح في الاتجاه السلبي لأنهم يمكن ما عرفوا المعنى الحقيقي للاستحقاق اللي هو من الداخل، يبدأ من الداخل وينعكس على الخارج. صح. أكيد في قواعد وقوانين للاستحقاق. إحنا أكيد بنتكلم عنها. أستاذ أنا بنعرف ما علاقة الاستحقاق بالثقة بالنفس؟ يعني إحنا إذا بنتكلم كبس علاقة، كل ما زاد الاستحقاق زادت الثقة بالنفس. صح. لكن أساس الاستحقاق إحنا قلنا هو شعور داخلي. صحيح. وأساس الثقة بالنفس وين؟ في أساس داخلي. فهو يبدأ من الداخل. شنو اللي موجود بالداخل؟ هو شعور القيمة الذاتية أو تقدير الذات، فهذا يبدأ من الداخل. إنزين طيب تقدير الذات يعني ممكن بس كذي أختصر في مكونين أساسيين، هو احترام الذات وحب الذات الحقيقي، أن أنا أحترم ذاتي كما أنا، كما خلقني هذا الخالق العظيم، وأيضا الكفاءة الذاتية. فاحترام الذات، الكفاءة الذاتية يعني شنو؟ أن أنا أستطيع إدارة أمور حياتي، أعرف أن عندي القدرة على إدارة أمور حياتي، وأيضاً أشعر بالمسؤولية تجاه قراراتي وحياتي والأهداف ومستقبلي وكل هذه الأمور. صح. صح. فيبدأ من الداخل، بس العلاقة كذي علاقة، كل ما زاد الاستحقاق زادت الثقة، زاد الثقة يعني صار الثقة بالنفس. نعم أستاذ إيمان، يمكن هذا الموضوع يجرنا إلى موضوع آخر. يمكن في أشخاص تقول أن أنا فعلاً أقدر ذاتي ومن هذا الكلام كله موجود، لكن هو يعاني من شيء آخر، هو وهم الاستحقاق. فهو مو قاعد يستشعر فعلا هو قاعد يستحق هذا الشيء، يمكن يظهر في شيء اللي هو فعلا يبي لكنه هو يعاني من وهم استحقاق. كلمين عن هذا الجانب. يعني احنا من نقول وهم معناته هو يظن. صح. وهم معناته شيء غير حقيقي. صح. لما يرتبط الاستحقاق فقط بالاشياء الماديه وبالمظاهر، المظاهر الخارجيه، هذا صار وهم. صح. يعني انا مركز مثلا الحين، انا مثلا حتى أن أنا أستحق الأفضل، هذه الوهم، ها أستحق الأفضل، لكن أنا في العمق ما يكون في تقدير حقيقي. دائما شوف إحنا ممكن نقول أن الثقة الشخص يظهر. صح. أنه هو ثقي واثق من نفسه، لكن التقدير الحقيقي لازم يكون حقيقي. إذا في تقدير هذه هنا ما يصير الوهم. صح. ما يتناسب مع الوهم. أو مثلا واحد يتكلم يقول أنا متفائل وأنا يتحكى بإيجابية، لكن في العمق يكون عنده شعور مناقض لهذا الشيء. صح. واحنا ما نقول ان الماديات، يعني انا اقول مرتبط بالماديات اكثر، احنا ما نقول ان الماديات مو مهمه، هي مهمه. يعني بس هي مساعد، عامل مساعد للاستحقاق. يعني الانسان يظهر بشكل لائق، مظهره يكون يهتم في مظهره، يكون عنده الاحتياجات الاساسيه بس اللي فيه متناول يده، اللي يقدر يعني ياخذ حق نفسه. صح. في ناس يمكن شفنا انهم دائما يمكن في اشخاص لو بنرجع الى لما بنسولفهم لما يصيدهم مرض معين كانوا يحسون ان استحقاقهم مرض معين. فيعني هاي شيء وايد مؤلم لما احنا فعلا مو قاعدين نحس ان استحقاقنا الفعلي هو اللي فعلا نبيه. دائما يمكن في شخصيه انا قابلتها يعني فعليا لما سالتها ان انت شلون تشافيت من بعد هذا المرض، طلع انه هو فعلا استحقاقه، هو كان يبي انه هو يمرض علشان لان كل اللي حواليه كانوا مريضين وعندهم نفس المرض. فما أعرف شلون سبحان الله أنه هو مرض نفس المرض، فما أعرف إذا يمكن هاي يكون فعلا استحقاق. نفس نوع جذب الطاقة هذه السلبية، ويسمونها هذه بالضبط يسمونها التدمير الذاتي. أيوة. اللي هو عكس الاستحقاق. هو استحق، هو قاعد عنده تدمير ذاتي، مرحلة نسميها في الوعي يكون نازلة جدا، فهو تدمير ذاتي. وممكن يكون أيضا أنه هو جذب، شاف اللي حوالينا فصار على نفس الذبذبات، المشاعر هي الذبذبات، فجذب هذا الشيء. يعني مساء احنا قبل ما نطلع الهواء كنا انا وعبد الله نتكلم عن موضوع يخصه، فهو يقول انا لا ما احس روحي جاهز لذي الموضوع. صح. قلت له لا بالعكس، دائما لازم تحس روحك ان انت جاهز، انت تستحق، انت تعبت على روحك، فانت لازم تكون عندك ثقه بنفسك. صح. ومؤمن بداخلك ان انت تستحق ذي الشيء، وبالفعل. صح. راح يصير ترى. صح صح. بس فعلا يمكن كلامنا اللي كان تحت الهواء فعلا قاعد يطبق الحين، يعني قاعد يطبق حاليا. نعم استاذ نبي نعرف احنا ما هي قوانين الاستحقاق؟ شوف هو الاستحقاق قانون. صح. قانون الاستحقاق
نعم. في ناس مثلا يسمونه قوانين الاستحقاق لان كذا شيء يؤدي الى الاستحقاق. نعم. يعني هو فيه يعني كذا قانون كذا قاعده، لكن خلينا مثلا انا اتكلم عن قاعدتين او قانونين مثلا. اول قانون هو السعي. فانت ما يصير تقول ان انا مثلا استحق هذا الشيء وانت قاعد في البيت اي وارد التوكيدات الاستحقاق برد التوكيدات واتخيل وكل هاي الامور بدون سعي. صح. والسعي ايضا شوف حتى لما نقول احنا نعمل بالداخل ان شعورنا يكون استحقاق حقيقي هذه سعي. صح. فكان احنا قاعدين نقول السعي نوعين، سعي داخلي ان انا اسعى ان انا ارفع استحقاقي، وسعي خارج ان انا اعمل شلون انا امشي في طريق ان انا احقق اهدافي. فالسعي احد القوانين الاساسيه القواعد الاساسيه لي الاستحقاق. الشيء الثاني هو البذل. البذل بمعنى ان انا ابذل وقت، ابذل جهد، ابذل مال عشان يصير عندي الاستحقاق والاستقبال يزيد. يعني انا دائما احب اشبه، يمكن انا معلش بطلب منكم ان تاخذون نفس، بس نفس. أوكي. اخذي نفس وبعد وبعد لا تطلعين بعد نفس ونفس ونفس وناخذ نوصل حق مرحله انه ما نقدر ناخذ نفس اعلى. صح. لازم نطلعه. فهذه البذل، فانا لازم اطلع، معناته انفق اطلع اللي عندي عشان اقدر استقبل. يعني شلون الاستحقاق؟ ان انا ازيد استقبالي. صح. فهذه القانونين يعني هم اهم شيء في صح حق الاستحقاق. قول ويتبعه عمل، يعني ما بصير. نعم. الواحد. نعم. يقول بدون لا يتبع عمل. بالضبط. لكن احنا اليوم لو يعني اشخاص عاديين يبون يرفعون استحقاقهم، يبون يكونون فعلا الشيء اللي هم فعلا يتخيلونه، الشيء اللي هم فعلا يبون يوصلون له بدون تدمير ذاتي، بدون اي امور ممكن هي تكون شوائب على الاستحقاق، فيعني شنو ممكن يسوون؟ اي يعني شوف في البدايه، لان بعد دائما انا اتكلم من الداخل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فنروح حق الداخل، فلازم نسوي فحص. اولا نسوي فحص حق الصوره الذهنيه عن نفسي، فكيف ارى نفسي. شيء ثاني الحديث الداخلي، انا شنو اقول حق نفسي، شنو اللغه اللي استخدمها، شنو افكاري ومعتقداتي عن نفسي. فيصير نوع من الفحص. وبعدين هل انا احس دائما بحاجه ونقص، ولا انا عندي وفره بداخلي. فهذه الفحص اعرف مرحلتي انا. عشان اتطور وارفع استحقاقي لازم اعرف انا وين. بعدين اشوف شنو موانع انا الاستحقاق عندي. هل انا عندي توقعات عاليه؟ هل انا اقارن نفسي بالاخرين؟ هل انا دائما ابي اكون مثاليه؟ فهذه تكون موانع حواجز للاستقبال، للاستحقاق والاستقبال ايضا. فبعدين اعمل على ذي الموضوع. الشيء الثاني ان ارفع تقدير الذات، يعني وفي تمرين عملي جدا ان انا حق ارفع تقدير الذات، لان من الداخل اقعد احط لي ورقه وقلم واكتب شنو المميزات اللي عندي، شنو الصفات الحلوه اللي عندي، شنو نقاط القوه عندي. فنبدا من هني. نعم. استاذنا بنعرف احنا كيف نكتشف شعورنا بالاستحقاق اذا كان عالي او منخفض؟ هذه بعد المراقبة. نفسه هو الشخص هو يقدر يقيم روحه بالضبط، يشوف حياته، يشوف يراقب حياته ويلاحظ هل في يسر انا في حياتي. هل الاشياء تمشي بيسر ولا في امور معقده عندي. هل انا لما احد يعرض علي مساعده اقول لا، احس لا 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 لا، وانا اعرض مساعدتي على الاخرين بس انا ما استقبل. لما احد يمدحني شلون يكون شعوري؟ صح. لما انا احصل شيء شلون يكون شعوري؟ هل يكون ايجابي او سلبي؟ صح. فهذه صار بالملاحظه هني بعرف اذا انا استحقاقي عالي. عاده الاستحقاق دائما يكون معاه يسر في الحياه. في يعني مثلا لو مثلا عبد الله بيقدم لي هديه، ما بقول له لا، باخذها مثلا الهديه، بقول له استحقها. يعني هاي انا غنيه واحب الهديه لازم انا ارفض الهديه. يعني دائما الواحد لما يحصل مثلا يعني يعرض على الشخص الاخر سواء خدمه سواء هديه سواء اي شغله كانت يقبلها، لان اذا انت استقبلتها بيك بعد اللي افضل منها. بالضبط. ولان في ساعات ناس مثلا يصير شيء زين في حياتهم يقولون ويش اخاف انه بيصير فيه شيء، لان حصلت على شيء. طيب اكيد بيصير شيء. اكيد بيصير شيء، اكيد يبي شيء لانه مو متعود. بالضبط، مو متعود. لكن اليوم استاذة ايمان احنا اليوم لو بنتكلم عن يمكن جانب وايد مهم، يمكن ويمكن بطرح وجهه نظري الشخصيه، اليوم لو بنتكلم عن الاستحقاق العالي والاستحقاق المنخفض، اليوم هذه يرجع إلى أنفسنا، ما أعرف إذا أنا خطأ أو لا. يمكن ما نقدر نقول إن هاي استحقاق منخفض، لأن إحنا اللي نستحق هذا الشيء، والله ما بيخلي لنا أي شيء ما نستحقه. فيعني هاي يمكن يرجع إلى أنفسنا، يمكن هي دوامة نفسها. نرجع إلى نفسنا، إحنا شنو كنا نبي؟ عقب ما نقول إن والله ترى إحنا ما خذنا اللي نستحقه، ويمكن استحقاقنا منخفض. هو يمكن ما بالنسبة لي أحسنا ما في استحقاق منخفض،
هاي اللي فعلا انت تستحقه، وهذه وهاي رزقك وكل شيء مكتوب ومقدر يعني. فيمكن لو الشخص بيغير من نفسه ممكن يمكن انه هو ياخذ الاستحقاق العالي اللي يتناسب معه. يمكن اقولها لانه يمكن هو فعلا مو قاعد يستحق الاستحقاق اللي فعلا يبي، ما اعرف اذا كلامي غلط او صح. لان بعد في قانون يمكن انا ما تكلمت عنه، قانون التدرج. قانون التدرج هو ان انت تعترف بمرحلتك الحاليه، تعترف مرحلتك انت الحين صح. هذه مرحلتك وهذه استحقاقك، تبي تطور استحقاقك اذا لازم تعمل هذه الامور المعينه. فهذه بالضبط اللي قلتها صح، كل شيء بالتدريج وكل شيء بيكون بالتدرج. نعم حلو. بالضبط صح. نعم. الأستاذة إيمان الخاجة مدربة في الوعي والتمكين الذاتي، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم صراحة. وهي موضوع ترى للعلم يعني وايد كثير من الناس صار عندها وعي وصارت تتكلم فيه وصارت تتعمق أيضا فيه. فنتمنى التوفيق للجميع. يا رب موفقين، وشكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا طبعا يومنا عادة يكون مليء بالحركة من خلال العمل أو حتى الأمور الحياتية الثانية مثل التسوق والأشياء اللي تعودنا نسويها بشكل يومي. الكابتن خالد البستقي يعطينا أبرز التمارين اللي تساعدنا في عمل أنشطتنا اليومية. رياضة تايم مع كابتن خالد، نتابع. السلام عليكم يا جماعة، شو أخباركم؟ عساكم طيبين. معاكم أخوكم خالد البستقي من موف فتنس. اليوم نوديكم أو خلينا نقول we'll go through class solid. class solid هي أحد الحصص عندنا اللي نركز فيها على تنمية المهارات. المهارات نفس البول أبس، نفس البوش أبس، نفس الهاند ستاند ووك. ومنها أيضا قسم اسمه السترونج مان. السترونج مان طبعا هاي التمارين تركز على تقوية عضلات الجذع، تنمي مهارات الثبات عندك وانت تمشي وانت شايل اشياء مثلا والى اخره. نفس ما تشوفون قاعد انا ادفع السلد، ماد يدي راسي تحت، قاعد استعمل ريلي وقد ما اقدر ابي كتفي يكون ثابت وانا ادز. ايش فائده التمرين؟ التمرين ذي احنا نشوف قاعد ادز، البعض شو يقول؟ بس حق يدي. ترى حتى عضلات الريل شغاله 100%، الهامسترنجز العضلات اللي ورا، البطات، الطريقة اللي أدز فيها. أنا أحياناً أكتب في الوصف أن أبي تدزون يدكم سيدة، أحياناً أكتب لا أبي راسك داخل. فبذلك ساعات إحنا نشوف تمرين نحسه مشغل اليد أنا قاعد أدز، بس لا أنا يدي ثابتة قاعد أحرك ريلي فقط. طبعاً تمرين السلت بوش بنسويه على 5 جولات، ولكن شلون؟ ركزوا وياي. كل دقيقة فأدز السلت بوش 15 متر أو 10 متر حسبوا المسافة انتو. عقب الوقت الباقي من الدقيقة بريح فيها. والوزن أهم شيء باختيار الوزن، خليك على وزن إنه يكون challenging بس ما بعورك. أنا دائما أقول pick a weight that will challenge you but not hurt you. إحنا ما نبي نتعور. حلو؟ فبادز 15 متر بريح الوقت الباقي من الدقيقة. عقب بروح دقيقة ثانية نفس الشيء. براجع 15 متر وبريح بعد لما أخلص 5 جولات. من أخلص بريح دقيقتين عشان ادش على التمرين الثاني. هاي التمرين الثاني يا جماعة نسميه، نفس شوي، الساند باج بير هاج كاري. بس انا شو اسوي هني؟ اضيف عليه الدرعي، ننزل نركب فوق. شيء نسوي في حياتنا اليومية، نشتري ساعات أغراض من برادة من مجمع نركب فوق، يمكن شيء ثقيل يكون، فهاي يساعدنا وايد في حياتنا اليومية ذي التمرين. الوزن يزيد كل ما قوتك تزيد طبعا. الناس ما شفتون شلون شلت الوزن في تكنيك معين، ماي بس أتشندس وأشيل. نزلت سكوات، حركت الساند باك لما يتحت يدي، هوب فوق، أكون ثابت وأنا أتمشي، أضغط على بطني، نازل تحت، ياي فوق. نفس الشيء، ريلي شغالة، عضلات بطني شغالة. التمرين الثالث يا جماعة كاتلبل أو ممكن أداء بالدمبل أيضاً، أوفرهيد كاري. قلب الساعة لا تنكسر.
هاي التمرين الثالث يا جماعة، كاتلبل أو ممكن نلعب الدمبل أيضا. أنا أعطي أوبشن دمبل، البعض عندهم مشاكل في الرست ما يرتاح بالكاتلبل، فأقول أخذ لك دمبل. إنزين، فائدته شنو؟ شولدر ستابيليتي، يعلمك على البالانس وقوي عضلات الكور عندك. ترى حق تقوي الكور عندك والبطن، عضلات البطن، مو لازم تسوي لي سيت ابس كل يوم وتسوي لي ماونتن كلايمرز وتسوي لي كرانشز، لا، ترى هاي التمارين مفيده جدا جدا حق تقويه عضلات الجذع وعضلات البطن ايضا. نشكر خالد البستقي على هذه التمارين، طبعا شجعنا وحمسنا ان صح. احنا نسجل في الجيم ونرجع للجيم ضروري. طبعا عبد الله، انا من كم سنه اعرفك كل مره تقول لي بسجل في الجيم ولحين ما ادري سجلت لا ولا لا. انا صدق بصراحه يعني هالفتره سجلت. أي. يمكن يوم السبت كان ثاني كلاس لي اشتركت في يعني هو نادي ما صرت تقول اسم النادي اوكي إيه عشان ما يصير اعلان له بس قاعد اشترك في EMS هو تمارين رياضيه بتقنيه الاي ام اس. شيء جدا جميل، يمكن الناس اللي تابعني في السوشيال ميديا هي بتعرف وين النادي وكل التفاصيل، فترقبين يعني نهايه السيزون انا عندي يعني عضلات يعني بصير شكل غير ها شكل مو عبد الله اللي عارفه. ترقبي بس خلاص ننتظر، ما ورانا شيء. وهي اجمل شيء يمكن اليوم يعني اسراء الواحد لما يهتم في صحته. واكيد احنا اليوم يعني تكلمنا عن الصحه، اليوم احنا بنتكلم عن الصحه بطريقه مختلفه ويمكن صح. في جانب اخر اليوم التشخيص المبكر مشاهدينا والاهتمام بصحه الانسان هذه من ضروريات الحياه وتمنع وتحد من تطور المرض. اليوم بنتكلم عن اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه او التوحد اللي لهم حاله خاصه جدا يجب كشفها مبكرا اكيد للحد من تطورها، وبنتكلم اكثر عن هذا الموضوع ويسرنا استضافه الدكتور امجد محروس المدير الطبي لمركز المعالي. صبحك الله بالخير دكتور، صباحك صباح صحه وعافيه دائمه يا رب. صباح الفل عليكم جميعا وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. يعني في بدايه المقدمه يعني تكلمنا عن اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه بالتحديد، اليوم قاعدين نتكلم عن اللي يعانون من مرض التوحد. شلون نقدر نشخصه في البدايه في يمكن عمر صغير؟ يمكن في وايد امور ما نقدر نستكشفها في البدايه، نستكشفها بعدين، لكن احنا اليوم شنو بعض الاشياء اللي ممكن تكون واضحه وبارزه لاي شخص ممكن عنده شخص يعاني من التوحد؟ تمام. الحقيقه ان في طائفه كبيره من الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه يعني اللي هم ذو صعوبه في التواصل وفي السلوك عندهم، ودول بيبقى من ضمنهم مرضى طيف التوحد بنسميه اوتيزم سبيكترم ديس اوردر او اضطراب طيف التوحد. بنسميه هذا الاضطراب طيف لانه مش كل العناصر ومش كل الخصائص بتبقى موجوده في نفس الاطفال، بعض الاطفال بيبقى فيهم خصائص واطفال تانية بيبقى فيهم خصائص او علامات اخرى. بتشمل طبعا الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه مش بس اطفال التوحد، الاطفال اللي عندهم فرط الحركه وزياده النشاط ونقص الانتباه ADHD، الاطفال اللي عندهم مشاكل مال الشلل الدماغي السريبرال بولسي، بعض الحالات التفكك والجنوح عند الاطفال، فعده حالات التاخر العقلي، متلازمه داون، بعض المتلازمات والاضطرابات النفسيه الاخرى. لكن بصدد طيف التوحد بيبقى فيه هو نوع من الاضطرابات النفسية اللي بتحصل للأطفال، عبارة عن اضطرابات نمائية مرتبطة بنمو الطفل منذ الصغر. الحقيقة بيبقى في صورتين موجودين مهمين في طيف التوحد. أول حاجة بيبقى فيه قصور في التواصل والتفاعل الاجتماعي. تاني حاجة بيبقى فيه سلوكيات متكررة ونمطية بيعملها الطفل. إزاي نتعرف ده في البداية؟ في البداية زي ما حضرتك أشرت وقلت إمتى نشخص مثل هذه الحالات، الحقيقة في سنة أو أقل بيبقى صعب جدا إن احنا نشخص الحالات، بعد سن السنة لثلاث سنوات يمكن تشخيص الحالات، وبنسميه ده العصر الذهبي للعلاج، لأن احنا شعرنا التدخل المبكر. التدخل المبكر والتشخيص المبكر والعلاج بيدي نتائج أحسن بعد كده في التطور حالة الطفل وتنمية مهاراته وقدراته. نعم دكتور، احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار مثل هذه الحالات يعني التوحد وغيره، نبي نعرف يعني أسباب انتشار هذه الحالات وإلى أي مدى وصلت هذه الحالات. الحقيقة في الفترة الأخيرة زاد الوعي
وزاد التقدم العلمي وبدأت يبقى فيه تقييم ورصد وسيرفي ستادز لعدد الحالات. يمكن نقول بعض الإحصائيات بتتباين، لكن مجملا بيبقى حوالي حالة ما بين كل 160 طفل بيبقى عندهم طيف التوحد. الأسباب الحقيقة بتبقى إما أسباب جينية أو أسباب بيئية. الأسباب الجينائية بتبقى جينات مسؤولة عن التوحد، وفي أبحاث كتير بتشتغل حول هذا الموضوع لتحديد هذه الجينات. وأسباب بيئية بتبدأ منذ الحمل في الطفل، سواء كانت الأم تعرضت لفيروسات أثناء الحمل، عدوى فيروسية، الطفل حصل له ولادة قبل الميعاد، نقص أكسجين، تعرض لبعض الأمراض مثل الصفرة أو غيره من الأمراض. دي بتبقى عوامل مساعدة بتتفاعل مع العوامل، هذه العوامل البيئية مع العوامل الجينية، وبيطلع الطفل توحدي. نعم دكتور، يمكن الشخص اللي يعاني من طيف التوحد يمكن قاعدين نشوف أشخاص عندهم ذكاء بطريقة خيالية تبارك الرحمن، يعني عنده ذكاء مفرط يمكن يكون صحيح. فدكتور شنو يصير ذهنيا في عقله، هل وشون احنا نقدر أيضا على الجانب الآخر نحن نستفيد من هذه القدرات؟ تمام. هو في واقع الأمر التوحد بيبقى مصاحب بنسبة من الإعاقة الذهنية أو المنتال ريتارديشن، التأخر العقلي، في نسبة بتتراوح ما بين 30-50%. لكن في بعض الحالات فوق هذه النسبة لدرجة إن هم بيبقى عندهم وعي وعندهم آي كيو عالي، إنهم بيبقى ساعات عندهم تالنت معين. يعني أنا في بعض المرضى عندي تقدر تقول له تاريخ ميلادك، يقول لك يحسبها هو بس في دماغه كده كالكوليشن، عنده تالنت في الماثيماتيك، ويقول لك ده كان يوم السبت، كان يوم الأحد، ويطلع صحيح، ترجع للكالندر وتشوف فعلا. وعندي في ناس دخلت الجامعة ما شاء الله، فده بيعتمد على شدة الحالة، إذا كان توحد بسيط أو توحد متوسط أو توحد شديد. بيعتمد برضو على التدخل المبكر زي ما قلنا، وعلى إن المريض بيتلقى علاج مكثف من جلسات النطق والتخاطب، جلسات العلاج السلوكي، جلسات العلاج الوظيفي. كل ما بيتقدم وكل ما يكون مستوى ذكائه كويس دوت بيتطور حالته، وبنوصل لنتائج كويسة جدا. نعم دكتور، أنت ذكرت سابقا أن يتم كشف حالة التوحد عند الطفل لما يبلغ من العمر 3 سنوات. سنتين في المتوسط، سنتين. أوكي. في حال اكتشفوا الأهل قبل دخول الطفل للمدرسة لما صار عمره 4-5 سنين أن هو ابنهم مصاب بالتوحد، خلال هالسنوات ما يدرون عنه. طبعا في هناك أسباب كثيرة، يعني يكون للطفل أنه متعرض أو أصابه يعني التوحد، فكيف ممكن التعامل؟ هل يعني يختلف العلاج أو المعاملة مع الطفل إذا كان اكتشافه في السنتين أو 5 سنين؟ هو بيتم رصد الطفل، وأكبر حد ممكن يدينا معلومات عن الطفل الأم نفسها. الأم نفسها، يعني أنا بوجه نداء للأمهات وبقول لهم تخلوا بالكم من أطفالكم، في مجرد حتى الطفل وهو صغير بيرضع. مشكلة التواصل البصري دي بتبدأ في البداية خالص، الطفل ما بيتواصلش بصريا بشكل كافي. تاني حاجة بتظهر علامات أخرى زي رفرفة الإيدين. بعد كده الطفل بيوصل لمرحلة سنية مثلا سنتين ما بيبدأش يتكلم زي الأطفال الآخرين، فبيبقى تأخر في الكلام، أو يبدأ يتكلم ويحصل نقوص أو يحصل تراجع في الكلام اللي هو تعلمه قبل كده. فالأمهات هم خط الدفاع الأول اللي بيلاحظوا الطفل ويقدروا يروحوا بيه عند طبيب مختص. للأسف كل ما بيكبر الطفل بتزيد عليه المسؤوليات، بمعنى إن اللي مقبول من طفل عمره سنتين ما أقدرش أقبله في طفل عنده 4 أو 6 سنوات، لأن بتزيد عليه بعد إن هو يحتاج يتفاعل في المدرسة ويتفاعل في الدراسة. فكل ما بيتأخر الطفل كل ما بيقل التطور بتاعه، وبتبقى مشكلة في تنمية مهاراته. فكل ما كان التدخل مبكر في سن مبكر كل ما قلنا إن هو يدي نتائج أحسن، والطفل يتطور في دراسته ويتعلم مهارات جديدة. نعم دكتور، اليوم لو بنوجه نصيحة ذهبية نختم فيها هذه الفقرة المميزة، أكيد شنو ممكن تنصح أولياء الأمور أو حتى يمكن الأشخاص اللي ممكن يشكون لو شك 1% أن في شخص ممكن يعرفونه يكون عنده طيف التوحد؟
أنا أنصح الأهالي إن هم يبقوا عينيهم على أطفالهم ويلاحظوهم في مسألة التواصل من منذ الولادة. يعني مثلا الطفل بيبقى عنده الضحكة الاجتماعية عند 6 شهور، لو لقى الطفل ما بيضحكش، لو والدته مثلا تسيبه الطفل ما بيبكيش، ما بيظهرش إيماءات جسدية عند مداعبة الطفل، دي تبقى علامات أولية تحذيرية تخلي الأم بالها منها. وكل ما يكبر شوية تلاحظه وتقارنه بيه مستواه بمستوى الأطفال التانية، وما تلجأش بسرعة إن هي تقول لأ أنا هستنى عليه يمكن لما يكبر أموره تتعدل. ساعات الأمهات يقولوا إن هم عنده مشكلة للسمع، وده صحيح، بعض الأطفال يبقى عندهم مشكلة في السمع في الكوكليا الأذن الداخلية، لكن مش كل الأطفال بهذا الشكل. وهؤلاء الأطفال أيضا بيحتاجوا لعلاج تخاطب وبعض العلاجات اللي بتساعدهم على التواصل بشكل جيد. فأنا أنصح الأمهات عموما إن هم بمجرد الشك في علامات من علامات التوحد انه يذهبوا للطبيب المختص عشان يتلقى الطفل رعايه وعنايه منذ البدايه عشان تتحسن حالته ان شاء الله. باذن الله احنا نتمنى الصحه والسلام للجميع. الدكتور امجد محروس المدير الطبي لمركز المعالي، شكرا على وجودك اليوم معنا، شكرا على كل هذه المعلومات الجميله. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا. مظاهر الاعتزاز بذكرى ميثاق البحرين الوطني تغمر المملكه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. ومن هذه الفرحة انطلق مهرجان ربيع الثقافة مع الفنان القدير أحمد الجميري. كاميرا شمس البحرين تنقل لنا انطلاقة المهرجان في هذا التقرير. من خلقت الدنيا وحناها للبحرين، بالجود ويا الكرم والعز معروفين. بهذه الأغنية الوطنية الخالدة في قلوب وعقول الناس انطلق مهرجان ربيع الثقافة في نسخته 17 مع الفنان البحريني القدير أحمد الجميري في حفل حمل عنوان يا الزينة، ليؤكد اهتمام هيئة البحرين للثقافة والآثار بأن يكون المبدع البحريني محور الحراك الثقافي. نطلق مساء اليوم مهرجان ربيع الثقافة بهذا الحفل الموسيقي للفنان البحريني القدير أحمد الجميري، لنؤكد أن الثقافة البحرينية هي جديرة بأن تكون محور البرمجة التي تقوم بها هيئة البحرين والثقافة والآثار، وتكون انطلاقة لبرنامج حافل في هذه النسخة من المهرجان يتضمن العديد من العروض المحلية والدولية في مواقع مختلفة في البحرين، لنؤكد أن البحرين خلال هذا الموسم تشهد حراكا ثقافيا استثنائيا تستقبل فيه الجميع وتوفر فرص كذلك للجمهور الكريم المحلي والمقيمين للتفاعل المباشر مع الفن البحريني والفنون الدولية. أبدع الفنان البحريني القدير أحمد الجميري بصوته وألحانه على خشبة مسرح البحرين الوطني بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان، واستعاد الذاكرة الفنية اللي ارتبطت بفترة صعود اللحن والكلمة البحرينية. وشهد الحفل أداء عدد من أهم الأغنيات اللي يعرفها الجمهور البحريني والعربي. يسعدني أن أبارك للبحرين وأهل البحرين على هذه الوثيقة التي أبرمت بين جلالة الملك وحكومته وشعب البحرين للتعبير عن حقوق كل واحد منهم، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المقيم، حقوق الرجل. يعني هذه وثيقة نعتز فيها و نحتفل بها كل عام لنتذكرها ولنعمل بها عشان لا ننساها، لأن هذه هي الوثيقة التي بيننا كلنا كبحرينيين. فهذه يوم سعيد بالنسبة لي، أنا دائما أحتفل فيه في هذه المناسبة. اليوم العالمي لسرطان الأطفال هو حملة تعاونية عالمية لزيادة الوعي بسرطان الأطفال وللتعبير عن الدعم للأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم. نعم، بعيد الشر عن الجميع مشاهدينا، واللي أكيد من أهداف هذه الحملة طبعا أهدافها التوعوية بالحقوق الأساسية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان بعيد الشر عنكم، واللي تشمل الحق في التشخيص المبكر والسليم والحق في الحصول على الأدوية الأساسية المنقذة
للحياة وغيرها طبعا. نعم، إن الهدف المنشود من مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة سرطان الأطفال هو القضاء على جميع آلام ومعاناة الأطفال الذين يكافحون السرطان، وتحقيق 60% على الأقل من البقاء على قيد الحياة لجميع الأطفال المصابين بالسرطان في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 بإذن الله يا رب. أكيد. ويمثل هذا طبعا مشاهدينا تضاعفا تقريبيا لمعدل الشفاء الحالي، وسينقذ أكيد حياة مليون طفل إضافي خلال العقد القادم بإذن الله، وتزامنا مع اليوم العالمي للسرطان الأطفال اللي يأتي تحت عنوان من خلال أيديهم. ينضم لنا في الاستديو الدكتورة أميرة العريبي، رئيس قسم الأورام أو قسم أورام الدم للأطفال في مجمع السلمانية الطبي. صباحك الله بالخير دكتورة. يا أهلا يا مرحبا فيك. صباح الخير دكتورة. صباح الخير والنور والسرور، وأسعد الله صباحكم جميعا. دكتورة، بداية يا ريت تعرفينا ما هو سرطان الأطفال؟ طبعا بشكل عام السرطان هو عبارة عن تكاثر خلايا بشكل شاذ وغير طبيعي بالنسبة، فتتكون نوع من الكتل لما نتكلم عن الأورام الصلبة أو تورم، فنقول ورم أو كتلة، أو يكون في الدم ويسمى بخلايا سرطانية في الدم نتيجة خلل في إنتاج هذه الخلايا في الأعضاء المنتجة للدم اللي هي النخاع العظمي والغدد اللمفاوية، وهذا ينطبق على سرطان الأطفال والكبار. هذا السبب الأساسي في هذا معنى كلمة سرطان. نعم نعم دكتورة. اليوم احنا نبي نتكلم عن نسب الإصابة له بشكل يمكن خصوصا اليوم الأطفال، يعني الله يحفظهم ويبعد عنهم كل شر يا رب، يعني هذه النسبة ايش كثر قاعدة تختلف من سنة إلى سنة؟ إيش كثر هذه النسبة قاعدة، هل تنخفض هل هي قاعدة تزيد؟ طبعا سرطان الأطفال الحمد لله يعتبر من الأمراض النادرة، يشكل حوالي 1 إلى 4 من 100 عندما نقارنه بسرطان الكبار. وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بسرطان الكبار، وعلى حسب منظمة WHO في كل عام 50 إلى 100 طفل لكل مليون يصاب بالسرطان، حوالي 250 إلى 300 ألف حالة سنويا. في البحرين طبعا المعدل على عبر السنوات في ازدياد، تقريبا الإحصائيات من سنة 2006 إلى 2020 تقريبا 370 حالة بمعدل 11 إلى 32 حالة سنويا في البحرين. هذه النسبة في البلدان المنخفضة أو قليلة الدخل قد تكون تقديرها غير صحيح بالنسبة بسبب عدم تشخيص هذا النوع من الحالات. لفقرهم لتشخيص هذه الحالات، وهذه نسبة الأطفال في هذه الدول تصل إلى 80%، فالتقديرات قد تكون غير صحيحة. نعم. دكتورة، يعني بعيد الشر عن كل الأطفال، هل مرض السرطان الأطفال قابل للشفاء؟ طبعا الحمد لله أن نسبة الشفاء في أمراض سرطان الأطفال تصل إلى 80 إلى 85%، وهي نسبة أكثر بكثير من سرطان الكبار. وهي الحمد لله في مملكة البحرين هذه النسبة تعادل عالميا، يعني نسبة موازية للعالم. فالحمد لله نسبة الشفاء عندنا موازية للعالم. كذلك هناك في رعاية كبيرة الصراحة من مملكة البحرين في قطاع الصحة. بمرضى السرطان سواء كانوا من الأطفال أو من الكبار. صحيح صحيح. فطبعا أن وزارة طبعا الصحة لها دور كبير في علاج هذا النوع من الأورام، وطبعا يتمثل في وحدة أورام الأطفال في مجمع السلمانية الطبي، وهي الوحدة الوحيدة
التي تعالج أورام الأطفال في البحرين، فهي تستقبل الأطفال دون 15 عام من يعني 0 إلى 15 عام من جميع المستشفيات الحكومية وغير الحكومية وجميع المستشفيات. وهذه وحدة أورام الأطفال كانت برعاية السيدة صفية كانو، جزاها الله ألف خير، وسميت باسم المرحوم عبد الله كانو، وافتتحت في مايو عام 2006، وتم توسعتها بحيث تضم 8 غرف لإدخال المرضى وست غرف للعلاج اليومي، لتلقي العلاج اليومي. وطبعا لما نتكلم، وطبعا غرفة كبيرة للترفيه والتسلية. وطبعا لما احنا نتكلم هو في علاج أورام الأطفال هو ليس مجهود شخصي أو فردي، وإنما هو حلقة متواصلة جميعا. صحيح. فتكون من أطباء، من ممرضين، من أطباء الفريق المختبر الذي يساعدنا في التشخيص، فريق الأشعة، الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، أخصائي التغذية، وطبعا لا ننسى دور التخصصات الأخرى اللي تساعدنا أيضا في مثل هذا النوع، مثل وحدة العناية القصوى. أي كثير من هاي الأطفال عند التشخيص يكون في حالة حرجة، يحتاج وجوده في العناية القصوى وإعطاء الجرعات الأولى في العناية القصوى. أطباء الأمراض المعدية، الكلى، الجهاز التنفسي، كل هذه طبعا لهم التقدير والتعاون معنا. صحيح. للوصول في شفاء وعلاج هؤلاء المرضى. وطبعا عندما نقوم بالتشخيص تكون هناك جلسة تفصيلية مع الوالدين لشرح العلاج بشكل مفصل، والحمد لله تم تطوير الكثير ومراجعة العلاجات المتاحة بحيث تتماشى مع العلاجات العالمية. نعم. أوكي. فالعلاجات التي تستخدم في العلاج هي بروتوكولات عالمية. وأيضا لا ننسى دور بعض الحالات تكون صعبة. صح. وحرجة، بحيث تستدعي زراعة النخاع، مما يستدعي أن إرسالها في الخارج. وبالتالي لا ننسى دور لجنة العلاج بالخارج. نعم. لتسهيل أمور المرضى وإرسالهم إلى الخارج. نعم. دكتورة بعد أنا ما أبي ننسى بالشكر طبعا، يمكن في هذا اليوم ننسى دور الأهالي الكبير والعظيم، يعني في أنهم يحتوون أطفالهم، وأنهم فعلا يمكن صابرين ويعني متحملين هذا الأجر اللي بإذن الله أجرهم عند الله عظيم. اليوم لو نبي نتكلم عن أنواع السرطانات خصوصا يمكن للأطفال، شنو هي الأكثر انتشارا، وشنو هي طرق الوقاية أو يمكن الكشف المبكر اللي هو أكيد بيخلينا نحن يمكن نعرف هذه الحالة قبل أن هي تتفاقم ويمكن نوصل لمرحلة يمكن تكون صعبة في العلاج؟ أنواع سرطان الأطفال طبعا بالدرجة الأولى هو سرطان الدم اللوكيميا، وتقريبا يمثل 30% من الحالات، يليه أورام المخ والنخاع الشوكي ويصل إلى 20% من الحالات. ثم يأتي في المرتبة الثالثة وتمثل 10% أورام الغدد اللمفاوية. نعم. يليها الأورام الصلبة مثل أورام الكلى، الولمز تيومر، وأورام الخلايا العصبية، وأورام الساركوماز. فهذه الأنواع على حسب الترتيب. طبعا كيفية أن احنا الوقاية، طب للأسف تشخيص هذه الأورام في الأطفال يكون متأخر. لماذا؟ لأن الكثير من الأعراض التي تصاب الأطفال تكون متداخلة مع الأعراض الأطفال. فمثلا يعني فمتى يمكن التنبؤ للطبيب مثل هذه الأمراض؟ إذا استمرت هذه الأعراض على الرغم من العلاجات الوقائية والعلاجات، لكن يعني ليس هناك تحسن في الحالة، فيجب التنبؤ. نعم. مثل الحمى التي تستمر ولا تستجيب إلى العلاجات المعطاة، مثل وجود كدمات تحت الجلد، نزيف من الأنف،
أو نزيف من اللثة، ممكن الشعور بالتعب والإجهاد وضعف عام، شحوب في الوجه ممكن يكون أحد هذه الأسباب، الصداع الشديد مع تقيؤ، ممكن كل هذه العلامات التي قد تتداخل مع الكثير من أمراض الأطفال. ويأتي دور هنا لما ننوه بكيفية التشخيص المبكر، دور الرعاية الأولية والرعاية الثانوية، بحيث أن الطبيب عندما تعرض عليه هذه الحالة يستدعي الدقة في التاريخ الطبي والفحص الكلينيكي والبدني لكي يتنبأ بمثل هذه الأطفال والتشخيص المبكر، لأن التشخيص المبكر يؤدي إلى نسبة عالية من الشفاء إن شاء الله. بإذن الله. دكتورة، طبعاً إحنا ما نتمنى لأي طفل في البحرين أو في العالم أنه يصاب بهذا المرض، والله يعين الأهالي دائماً نقول ويصبرهم. فدكتورة أميرة العريبي، رئيس قسم الأورام للأطفال بمستشفى السلمانية، شكرا جزيلا لك. أنا كلمة أخيرة بس أحب أقولها قبل ما أختم. شعار 2021 كان لأورام الأطفال through our hand، يعتمد على المريض نفسه وقوته وشجاعته. ل 2022 كان through your hand، يعتمد على الأطباء ورعايتهم لهذه المرضى. الشعار لهذا العام through their hand، يقصد الأهالي والمقربين. وبمناسبة هذا اليوم أشكر أهالي المرضى اللي 70% لولا وجودهم ومساعدتنا في العلاج ما نقدر نكمل العلاج، فشكرا لهم لصبرهم لتعاونهم معنا، لهم جزيل الشكر والتقدير. وفي النهاية الهدف هو الوصول لشفاء هؤلاء المرضى والعلاج. وطبعاً لا ننسى شكر الجمعيات الغير حكومية التي بالفعل كانت مكملة للمستشفيات، مكملة للدعم الحكومي، مثل جمعية البحرين للسرطان تزويدها بأجهزة كثيرة ومعدات، جمعية ابتسامة لها الشكر والتقدير، بحيث لعمل الدورات التدريبية والتثقيفية وعمل حفلة سنوية للناجين من السرطان. وآخر شيء كان تجديد في الوحدة التي ستم افتتاحها قريبا بإذن الله، جمعية أمنية الطفل وتحقيق أماني هؤلاء الأطفال. طبعا الجهود الفردية للأفراد ومساعدتهم في إلقاء البسمة لهؤلاء الأطفال من الآيباد والهدايا، ممثلين البحرين المرحوم علي غرير وخليل الرميثي في تقديم الكثير من البرامج الترفيهية لهذه الأطفال، بعض الناجين من السرطان الأخ جويرية والأخ أبو يوسف في تقديم الدعم المعنوي والدعم النفسي لهؤلاء الأطفال. يستحقون كل الشكر. شكرا لكم دكتورة. يعني يمكن هذه التكاتف المجتمعي اللي أبدا مو غريب على أهل البحرين، دائما نشوفها حاضر في كل شيء. وإحنا أكيد نتمنى اليوم، يمكن بهذا اليوم إحنا نتمنى صفر حالة في مملكة البحرين، والله يحفظ كل مريض ويشافي كل مريض يا رب، سواء بالسرطان أو غيره من الأمراض. اللهم آمين يا رب. شكرا دكتورة. الله يسلمك. شكرا. أوكي عبد الله، خلاص نختم. وصلنا الختام. مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وإن شاء الله بكرة نشوفكم في نفس التوقيت. مع السلامة. نشوفكم في حلقة الخميس صح بكرة ولا الأربعاء؟ بكرة الخميس الونيس. نشوفكم دائما ماري والله نسيت الأيام. نشوفكم دائما على خير. يمكن من حبنا للعمل أكيد، ومن حبنا لكل هذه الفقرات اللي أكيد نشوفها يمكن خلتنا ننسى الأيام. إن شاء الله دائما ننسى الأيام دائما نحن بخير وصحة وعافية، ودائما نشوف التألق والازدهار في كل شيء في حياتنا. نشوفكم دائما بخير وصحة وعافية. مع السلامة. مع السلامة.